مرحبا جميعا. مع انه الفيديو في العقد العام زي ما قلت لكم في الجزء الاول تبعه طلع كثير طويل فقسمناه لاكثر من جزء، وهذا راح يكون ان شاء الله الثاني من تفاصيل عقد العمل. خلينا نبلش. ورقم 9 اللي اكيد كلنا بنحبه، الإجازات. الإجازات تكون مذكورة بشكل واضح وبالتفصيل في عقد العمل تبعك، أو تكون مكتوبة إنه الإجازات تكون حسب قانون الدولة وحسب المعمول فيه في الدولة اللي أنت راح تشتغل فيها. غير هيك لا، أنت بدك تذكر الإجازات، يعني تذكر شو حالة الإجازات اللي أنت بدك تأخذها عشان ما يصير في أي اختلاف لقدام بدك تأخذ أي إجازة أنت بدك إياها. ورقم 10 نقطة كثير مهمة، كثير 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 مهمة، عدد ساعات العمل وأيام العمل اللي أنت بدك تشتغلهم. كم عدد ساعات العمل اللي في اليوم وكم عدد ساعات العمل اللي لازم تنجزهم في الأسبوع، إما تكون مذكورة بشكل صريح أو يكون مذكور حسب المعمول فيه بقانون العمل في الدولة اللي أنت رايح عليها أو أقل. أما إذا عدد ساعات العمل اللي مذكورة في العقد تبعك أكثر من القانون أو قانون العمل تبع الدولة فأطلب تعديلها بشكل مباشر، قول لهم أنا قانون العمل بده يطلب مني مثلا 48 ساعة عمل خلال الأسبوع فأنا راح أشتغل 48 ساعة عمل خلال الأسبوع، أكثر من هيك فبده يكون لها وضع تاني. واللي هي بتنقل لنا النقطة رقم 11 واللي بتحكي لنا أنه إيش وضع عدد ساعات العمل الإضافي، اتفق عليها من البداية. إذا كان في عدد ساعات عمل إضافي فهل هي مدفوعة الأجر ولا هي راح أخذ بدالها إجازات ولا أنا راح أشتغل أوفر تايم من غير أي مقابل. هلأ هون هاي شوي مطاطة النقطة، انت وشو بناسبك، لكن المنصوح فيه انه يكون حسب قانون العمل. راح تكون مرات الساعة بساعة وربع، مرات الساعة بساعة ونص، ومرات الساعة بساعتين، حسب متى راح تجيك عدد ساعات العمل الاضافي اللي راح يطلبوه منك. وما في شغل في الكوكب ما راح يطلب منك شغل اضافي او عدد ساعات اوفر تايم انت راح تشتغلها، خصوصا لما تشتغل في اماكن فيها تسليمات وفيها مواعيد تسليمات، فاكيد راح تضطر انك تشتغل اوفر تايم. فبدك تتفق شو وضع الأوفر تايم، هل هو مدفوع، هل هو إجازات، ولا هو فور فري وعن روح أحبابنا. فدير بالك لهاي النقطة. والنقطة رقم 12 رح أرجع أحكي لك دير بالك، ويكون عقد محدد المدة ونسالي موضوع عقد مفتوح المدة. النقطة رقم 13 نقطة مهمة جدا وبتصير كثير في المقابلات. إذا حكى لك في المقابلة إنه انت مثلا لتسي طلبت 15 قال لك مش مشكله بنعطيك اول شهرين او اول شهر او اول 3 شهور واتيفر المده، بنعطيك 13 او 12 وبعديها بنعدل لك الراتب ان شاء الله وبتكون راضي، خذ مني وخلص. ما انا حكيت لك، انسى الموضوع، انا حكيت لك قل له انت الصادق الامين وانت ابو بكر الصديق، بس انا اذا سمحت اذكر لي اياها في عقد العمل، سنس انك انت حكيت لي دقيت على صدرك معناته راح يصير. فلو انكتبت في عقد العمل ما في اي مشكله، ولا ترضى بهذا الحكي الا اذا انكتب بعقد العمل او في الاوفر لتر تبعك، لانه اغلب الشركات اصلا اذا اعطتك ال 12 بيكون كثير منيح. فانت اذا حكى لك بنبلش لك ب 12 مثلا او 11 او 10 او وات ايفر، حكى لك مثلا بنبلش ب اكس من الراتب وبعدين لقدام ان شاء الله بنظبط لك اياها بتصير اكس زائد 5 مثلا او اكس ضرب 2، قول له لا اكتب لي اياها في عقد العمل. النقطه اللي بعدها نقطه كثير مهمه، وهي النقطه رقم 14 اللي هي فترة التجربة. ما في عقد عمل ما في فترة تجربة، يعني ب 99% من عقود العمل فيهم فترة تجربة. فترة التجربة اللي اسمها probation period إذا كانت موجودة فأنت لازم تكون محددة، مثلا 3 شهور probation period أو فترة تجربة 3 أشهر أو 6 أشهر بالكثير، ما في أكثر من 6 أشهر فترة تجربة. وهي فترة التجربة اللي هي يحق لأي طرف من الطرفين فسخ العقد من غير ما يعطي نوتس للطرف الثاني، وصارت معي أنا شخصيا وفسخت العقد خلال ثاني أو ثالث شهر من فترة التجربة لأنه ما عجبني الوضع. فأنت كمان إذا في فترة تجربة فحاول أنها تكون محددة، إما 3 شهور أو 6 شهور، وهي الفترة اللي أي واحد فيكم بيحكي للثاني زحلق أو حلق أو مع السلامة أو whatever الفوكاب اللي أنت بتستخدمه في البلد تبعك، لكن هذه الفترة جدا ضرورية عشان تشوفوا انت تشوف الشركة هل بتناسبك وهم يشوفوا هل السكيلز اللي عندك فعليا مناسبة للشركة. وبأغلب الحالات بتمر فترة البروبيشن بيريود ما حدا بيحكي للثاني مع السلامة، فبيتثبت العقد وخلاص بتكون امورك انت ثبتت في الشركة. اما اذا خلالها قالوا لك مع السلامة وانت قلت لهم باي باي فما حدا ملزم للثاني بأي تفاصيل. طبعا هاي بتاخذني مباشرة للنقطة رقم 15 اللي بتحكي لك فترة النوتس بيريد. النوتس بيريد هي الفترة اللي لازم إذا واحد من الطرفين بعد ما مرت فترة التجربة وتثبتت أنت في الشركة وتثبت العقد
اي واحد من الطرفين بده يفسخ العقد او يحكي للثاني مع السلامه او اذا الشركه بتنهي خدماتك او اذا انت بدك تستقيل، هذه الفتره لازم تكون محدده، ويجب تكون محدده 3 أسابيع، شهر، شهرين، وات ايفر المده المطلوبه. اذا كانت مثلا خبرتك اقل من 5 سنين او اذا كنت جونيور، او اذا كنت لك مع الشركه اقل من 5 سنوات بتكون مثلا من 3 أسابيع لشهر، واذا كنت خبرتك اكبر من 5 سنين او اذا كنت اصلا سينيور او اذا لك اصلا مع الشركه أكثر من 5 سنوات فيجب أن تكون 2 لـ3 شهور. وهاي الفترة جدا مهمة لإلك وللشركة، عشان إذا أنت بدك تترك ما تتركهم فجأة ويتحكموا ويدخلوا في الحيط، لازم تعمل سموذ هاند أوفر للإشي الموجود معك، تسلمه للناس اللي بدها تشتغل بعدك، أو إذا هم بدهم يحكوا لك مع السلامة أنت تكون معك فترة أصلا أنت مأمن حالك، مثلا شهر هذا الراتب الموجود فأنت بتدور في هذا الشهر على شغل وبتأمن حالك في شغل ثاني، ما هم فجأة بيحكوا لك مع السلامة ولا أنت فجأة بتحكي لهم مع السلامة، وبناء عليه بينبني الشرط الجزائي أنه إذا حدا فسخ العقد فجأة فبده يدفع للثاني مقدار، وهذا حسب قانون عقد العمل أو قانون سوري العمل في الدولة اللي أنت تشتغل فيها. فنوتس بيريد جدا مهمة. والنقطة اللي بعديها وهي النقطة رقم 16، انه انت اول ما توصل على البلد اللي انت دخلت عليها بالفيزا اللي هم طلعوا لك اياها، فتأكد انهم مباشرة هون. هيك راح اوقف بالجزء الثاني من فيديو عقد العمل وتفاصيل عقد العمل اللي انت بدك تدير بالك عليها، علشان اعطيك مجال انك ما تزهق من هذا الفيديو. فانا شايف انه الفيديو والاجزاء هاي مفيدة لإلك او لصحابك او لناس ما بتعرفهم، فاكيد راح تعمل لنا لايك وراح تعمل سبسكرايب للشانل وراح تعمل شير للفيديو لأصدقائك، وإذا مر عليك عقود عمل ممكن لك تفيدنا فيها أو نقاط أنت اعتبرتها مجحفة بحقك أو منيحة لإلك بعقد عمل أنت وقعته، فحط لنا تفاصيلها في الكومنتس خلي الكل يستفيد. من هون أشوفكم في الجزء الثالث، لا تنسوا أنكم تروحوا على الويب سايت تبعنا www.gsubai.com أو الفيسبوك بيج تبعنا أو الإنستغرام بروفايل تبعنا. من هون أشوفكم في الجزء الثالث.